السلام عليكم. معكم عزيز الشوقي، ناطق رسمي من حركة الشباب الملكي للمغاربة عبر العالم، وكذلك عضو ناشط في حركة الشباب الملكي. اليوم حنا كنتفاجئوا بالوقفة الاستنكارية. حنا استنكرنا الأفعال اللي كيقوم بها، من الجملة ديالها أنه تقديم شكايات ضد عناصر أو أعضاء حركة الشباب الملكي أولا، ثانيا أنه كيقوم بشرطة استعمال السلطة، بما فيه أنه كيتقدم الأعضاء وكيخوفهم كيرهبهم، وعندنا صور كنتوفروا عليها أنه كيحمل الوسام من عند صاحب الجلالة ومقرب من عدة أحزاب، وخدنا صور ديالهم لا السابقين إلى الحاليين. هذه من جهة، من جهة ثانية وأنه كيأخذ صور أمام وكلاء الملك أو في نادي القضاة أو في نادي المحاماة أو مقربة مع بعض القضاة أو الضباط سامين الشرطة القضائية بشخص النيابة العامة، وكيرهب بهم الإخوان. أي واحد اللي كيتقدم به كيتقدم بشكاية، كيقول لهم أنا هذا السيد درت ليه الشكاية ديالو، كتحرك 48 ساعة بغض النظر، كتحرك في 48 ساعة. حنا اللي تقدمنا بشكاية راه كنبقاو محلو الأرشيف، تقدمنا عدة شكايات، طلبنا الجهات المختصة أنها تفتح تحقيق، بما في إدارة مراقبة التراب الوطني، بما في عدة أجهزة، الدار الحمراء، الدائرة. من هذا المنبر كنوجه الشكر للعناصر الأمنية اللي قامت بالتحقيق في هذا السيد. ولكن ملي كتقدم المحكمة راه كيمشي للحفظ، علاش؟ حنا دينا بما يفيد، أقراص، صور، سب وقذف، عندنا ما يفيد. إذا حنا لما نلتجئ، أول وقفة كانت اليوم أمام المقر، ثاني حاجة باش نختموا هذا اللقاء هو أننا غنتقدموا غدا أمام القصر الملكي بوقفة احتجاجية في شخص عبد ربي عزيز الشوقي وباقي الأعضاء اللي هما رؤساء الفروع. وشكرا لكم. ودعناك وبالصبات تضربناك مع الشيخات وخليناك.